السلام عليكم حبيبي الحلوين سنة رابعة. هناخد النهاردة الوحدة التانية يونت 2، هناخد فيها شوية حيوانات حلوين كده كتر شوية بس سهلين والله. طيب العنوان بتاع الوحدة Desert Animals، حيوانات الصحراء. اوكي هنبتدي ناخد اول درس النهاردة، هناخد شوية حيوانات لطيفة كده وكل حيوان عليه جملة او جملتين. احنا دلوقتي في الوحدة التانية، احنا خلصنا الوحدة الاولى وان شاء الله بعد ما خلص الوحدة التانية هبتدي انزل بقى فيديوهات مراجعة على الاولى والتانية. طيب احنا عايزين ايه في الوحدة دي؟ قبل ما اشرح انا من اول الوحدة دي هيبقى معانا بقى هنجيب القلم بتاعنا والكشكول بتاعنا، عشان كل جملة هكتبها انتوا هتكتبوها معايا وهترجموها، واي باراجراف انا هقوله سواء الفيديو ده او الفيديوهات اللي جاية انتوا كمان هتكتبوه معايا، عشان اللي مش بياخد دروس بره المدرسة يبقى معاه كشكول او ملزمة فيه كل حاجة. اوكي يلا بينا نبدأ الدرس الاول، Animals in Egypt. انا ضاء البخاري. اول حاجة bird bird bird، طائر. وبعد كده السحلية lizard lizard lizard. اوكي اي حشرة بنقول عليها insect insect insect، يبقى عندنا bird lizard insect. نشوف ايه تاني؟ تعبان snake snake snake. طيب تمساح كروكودايل كروكودايل كروكودايل. بعد كده عندنا النسر ايجل ايجل ايجل. ايه تاني؟ عنكبوت سبايدر سبايدر سبايدر. اوكي عندنا الجمل كامل كامل كامل. ايه تاني؟ فينك فوكس فينك فوكس فينك فوكس، ده ثعلب الفينك. اوكي انا بتابع الدروس سنة رابعة من كتاب الباهر من كتاب الباهر. تعالوا نقول تاني الحيوانات bird lizard insect crocodile eagle camel fennec fox spider snake. كده كتاب الباهر صفحة 44. طيب احنا خدنا الحيوانات اللي هنشوفها في الدرس دلوقتي. adjectives الصفات بقى، هيدينا صفات عشان لما نكتب باراجراف عن الحيوانات نقول ان كل حيوان وليه صفة. عندنا مثلا اول صفة scary مخيف. واو مين اللي scary؟ هيبقى الكروكودايل scary. اوكي ممكن يكون مين تاني؟ سنيك سكيري برضو، وممكن يكون سبايدر نفس الصفة. يبقى احنا ممكن نقول حاجة واحدة ليها كذا صفة، سكيري مخيف. اوكي ضخم هيوج هيوج هيوج، ضخم حاجة كبيرة زي كامل. دانجرس خطير دانجرس خطير دانجرس، دي صفة اهي. كيوت كيوت كيوت، جميل. اوكي تعالوا نشوف الكلمات التانية اللي عندنا في الدرس. صحراء desert desert desert. important important important، حاجة مهمة. ugly ugly ugly، قبيح حاجة وحشة. country country country، دولة. help fall help fall helpful helpful، متعاون، شخص بيساعد الناس يعني، او حاجة بتساعد او بتفيد. خلاص تعالوا نشوف بقى الفعل المضارع والماضي بتاعه. control يتحكم controlled اتحكم. خلاص look at looked at، طبعا الترجمة موجودة. love loved like liked. think يفكر او يعتقد حاجة معينة. thought
والجي والاتش هنا سايلنت. eat at. اوكي طيب. expressions I think انا اعتقد. that's true ده صح. what about ماذا عن. اوكي طيب. Did you know؟ دي فقرة بيقول لنا هل تعلم؟ ودي بتبقى معلومة على الماشي كده. Did you know؟ هل تعلم؟ The صحراء desert، الصحراء الكبرى، في حاجة اسمها الصحراء الكبرى في قارة افريقيا. Covers large parts of 10 countries in افريكا. ان الصحراء دي يعني بتكون موجودة في اجزاء كبيرة من دول افريقيا او في 10 دول من افريقيا. اوكي يعني هي مساحتها ضخمة جدا. but لكن انتاركتيكا is bigger، لكن القارة القطبية الجنوبية اكبر من الصحراء الكبرى. ده بقى الدرس اللي معانا بين ماما وبين سارة وطارق. ماما هتقول لهم look at these animals that live in our country. بصوا الحيوانات دي كلها بتعيش في بلدنا. طيب سارة هتقول لها او هتقول look at the crocodile، انظر للتمساح. It's huge. It's huge. ده ضخم. اوكي. يبقى دلوقتي هنبتدي نكتب في الكشكول بتاعنا الجملة دي عشان لما نيجي نكتب باراجراف عن الحيوانات. The crocodile. اوكي. Is huge. ليه ما قلناش it is huge؟ عشان it ما هو ده ضمير لغير العاقل مفرد، والكروكودايل برضو حاجة غير عاقلة ومفرد، فلما نيجي نجمعهم في جملة يا هنقول الاسم يا هنقول الضمير، ما ينفعش اسم والضمير بتاعه في نفس الجملة. اوكي يبقى هنقول the crocodile is huge، دي اول جملة، ونقول التمساح ضخم. اوكي طيب ممكن نكتب جملة تانية على التمساح ونقول The crocodile is scary. scary ليه كده ليه كده سوري بقى يا حلوين، كلبي كان متعصب شوية. تعالوا نرجع للدرس. خلاص يبقى أول حاجة هنقول The crocodile is huge ونعمل نقطة كده. خلاص طيب نيجي تاني لجملة، ممكن نقول the crocodile is scary. scary اهي scary، يبقى التمساح مخيف. خلاص ادي جملتين على التمساح. ممكن نقول تاني ان التمساح huge ضخم، هو ضخم الى حد ما. ممكن نقول dangerous انه خطير. يبقى تالت جملة على التمساح the crocodile is dangerous خطير. يبقى احنا كده عملنا تقريبا باراجراف عن التمساح. اوكي طيب ده رأي سارة ان التمساح هيوج. طيب طارق قال لها هيوج and scary، ده ضخم ومخيف. طيب سارة قالت له I think the spider is scarier، انا اعتقد يعني ان العنكبوت هو اكتر مخيف اكتر. اوكي فماما قالت يا معنى يعني زي ياس كده ايوه. but spiders are very helpful. spiders are very helpful. والجملة دي مهمة جدا جدا، بتقول لهم هو السبايدر مخيف بس يعني لكن هو مفيد جدا جدا جدا. يلا بعد ما كتبنا جمل عن التمساح هنكتب الجملة دي spiders are very helpful. العناكب
مفيدة جدا، فيري يعني جدا. اوكي، سواء مامي اللي بتكتب اللي انا بقوله او انتوا يا حبايبي اللي بتكتبوا، فلازم نكتب الحاجات دي، مهمة قوي. طيب دي جملة مهم، خلاص ليه بقى؟ هنشوف هم ليه. they eat، مين they؟ هم، مين هم؟ spiders، عشان الجمع الغير عاقل بنحط له they. هو مش السبايدر الواحد بياخد eat عشان غير عاقل ما بيتكلمش، لما نيجي نجمعه spiders مش هنقول eat، هنقول they. طيب they eat insects، بياكلوا الحشرات. farmers like spiders، الفلاحين بيحبوا السبايدرز. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بعد ما كتبنا الكروكودايل وكتبنا ثلاث صفات فيه، هنحط خط كده كبير بالمسطرة، وبعد كده نكتب عنوان كبير سبايدرز اهو. يلا نكتب سبايدرز، خلاص. طيب نمبر 1 في السبايدرز، في العناكب هنقول spiders are very helpful، متعاونين جدا العناكب دي، ونحط نقطة. وطبعا اول حرف في الجملة اللي هنكتبها هيبقى capital. طيب حطينا نقطة، نيجي تاني نقول they eat insects، بيأكلوا الحشرات، هم يأكلون الحشرات، مش عايزين نقول they، ممكن نقول spiders تاني. اوكي طيب، ونحط نقطة. وبعد كده نقول farmers like spiders، الفلاحين بيحبوا العناكب. وخلاص كده كتبنا ثلاث جمل عن السبايدر، عشان لو رخم علينا وجاب لنا باراجراف عنه مثلا. اوكي طيب، الفلاحين بيحبوا العناكب عشان بياكلوا الحشرات اللي بتاكل الزرع، يبقى كده السبايدر helpful. معنى كده ان كل الحيوانات مش مضر قوي، فيهم برضو حاجات مهمة. طيب يا ترى، سؤال خبيث بقى كده، هو السبايدر ده animal، حيوان، ولا insect؟ السبايدر هو حشرة، يبقى insect. اوكي طيب، بعد كده سارة هتقول اك what about the snake and the crocodile، ماذا عن التمساح وعن التعبان سناك تعبان؟ they are dangerous aren't they، هما يعني الاثنين خطر، خطيرين اليس كذلك؟ فماما هتقول لها yes that's true، انت صح، هذا صح فعلا، but they do a very important job، لكن هما بيعملوا نفس المهمة، بيعملوا وظيفة مهمة جدا. They eat insects, birds and lizards. اوكي okay؟ عايز تقول لها يعني التعبان والتمساح بيعملوا very important job، وظيفة مهمة جدا، بياكلوا الحشرات، الطيور، السحالي. This controls the number of these small animals، يعني ده بيتحكم في عدد الحشرات الصغيرة. عارفين يا حبايبي، التعبان والتمساح والسبايدر حتى لو ما كلوش الحاجات دي، اوكي، فمثلا النمل، مش ده انسكت، حشرات، هيبقى كتير قوي على الارض، هيبقى اكتر من البني ادمين اصلا، خلاص. ونفس الكلام البردس الصغيرة، العصافير الصغيرة، ونفس الكلام السحالي، كل الحاجات دي هتقدر وهتبقى أكتر من البشر على الأرض، فاحنا مش هنعرف نعيش. فربنا خالق التعبان والتمساح يأكل الحاجات دي عشان يعمل توازن في الأرض. أوكي طيب، we خلاص this can't قرينا حاجة. we sometimes think some animals are scary or ugly، احيانا نعتقد ان الحيوانات بتكون مخيفة ووحشة، شكلها وحش، but they are all important، لكن كلهم مهمين، خلاص. اوكي يبقى احنا خدنا مثلا جمل على الكروكودايل، خدنا جمل على السبايدر. في الفيديو بتاع الباراجراف على الوحدة هكتب لكم بقى كل الحاجات دي، ونعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. خلاص كده الدرس خلص، نحل بسرعة.
listen، احنا خلاص قرينا اهو الدرس، نشوف بقى صح وغلط. التي هتبقى صح والاف غلط. The spiders are helpful to farmers. العناكب مهمة للفلاحين طبعا عشان هي بتاكل انسكت الحشرات. To the snakes are dangerous. التعابين خطيرة طبعا صح. True. Type 3 the crocodiles eat insects. التماسيح بتاكل حشرات. Birds and lizards. صح طبعا. Type 4 the pelican eats peckfish. البجع بتاكل peckfish. بصوا هو مش في الدرس اوكي، بس ايه هي البجعة؟ طير كده كبير، منقار كبير شبه البطة شوية، بتاكل السمك. ده صح، لكن دي غلط. ليه بقى؟ اف ليه؟ عشان هي ما بتاكلش الباج، هي بتاكل سمول فش، وهناخدها في اخر درس للوحدة دي، هناخدها في الوحدة دي. يبقى البليكان eats small fish، ما تقدرش تاكل السمك الكبير، هي بتاكل السمك الصغير. خلاص طيب تعالوا نشوف الكلام ده. Number one، احنا هنقرأ الأول. What، ماذا؟ farmers، الفلاحين مزارعين. insects، الحشرات. scary، مخيف. يلا نشوف. Look at that spider، انظر للسبايدر ده. Wow at، يبقى هو ايه؟ scary، ده scary مخيف. نشطب باشا ما ناخدهاش تاني. Yeah but spiders are very helpful، متعاون. طيب في حاجة هنا. Do they eat، بياكل ايه؟ وفي علامة استفهام في الاخر، يبقى اكيد ده سؤال. يبقى what do they eat، ماذا يأكلون؟ هم بياكلوا ايه السبايدر دول؟ طيب they eat small، هيجاوب بقى ويقول هم بياكلوا ايه صغير؟ insects، small insects، الحشرات الصغيرة. بعد كده do mean like spiders، هل ايه يحب السبايدر؟ do farmers، هل الفورمرز بيحبوا السبايدر؟ spiders، بس كده. بس طبعا في الامتحان مش هيجيب لنا اربع كلمات باربع فراغات، لا هيجيب لنا خمس كلمات او ست كلمات باربع فراغات. نركز كويس ماشي. تعالوا نشوف بقى الماتش هنعمل ايه. snacks، التعابين. farmers like، الفلاحين بيحبوا. I like cute، أنا بحب. جميل إيه؟ لسه نشوف. Which animals، إيه الحيوانات؟ طيب إحنا هنقول snacks، يا ترى snacks إيه مالها؟ هنختار إيه؟ Are dangerous، أدي جمع. Or snacks are dangerous، خطيرة أهي. Number C، Number C، خلاص خدهاش بقى. Type 2 farmers like، الفلاحين بيحبوا ايه يا ترى؟ اكيد spiders، ما احنا لسه قايلينها، يبقى دي ايه؟ ما ناخدهاش تاني بقى. I like cute، I like cute and scary animals، انا بحب الحيوانات المخيفة والجميلة، يبقى دي number D. okay which animals are scary، ايه الحيوانات المخيفة؟ number 3. تعالوا نشوف ايه تاني. الاختيارات number 1 crocodiles are، number 1 crocodiles are animals، هتبقى ايه؟ اكيد dangerous، حيوانات خطيرة. طيب 2 crocodiles aren't small، التماسيح مش صغيرة. they are huge، ضخمة. Number 3 the snack is، التعبان ماله؟ cute ولا scary؟ nice، nice يعني جميل. I don't like it، أنا مش بحبه، معنى أن أنا مش بحبه أكيد هو مخيف، لا جميل، لا cute ولا nice، الاتنين بيأدوا نفس المعنى، بمعنى جميل يعني. Type 4 spiders eat، العناكب بتاكل أكيد الحشرات.
انسكتس مش هتقدر تاكل الجميل عشان هي صغنطوطه قوي بالنسبه لها، مش هتقدر تاكل التعابين عشان التعابين هي اللي بتاكلها. طيب 5 all animals كل الحيوانات are important مهمه. طيب تعالوا نشوف الترتيب. هنبدا بالكلمه المختلفه او المحطوط تحتيها خط اللي هي I انا. ده احنا كده بدانا بالفاعل اوكي، او بدانا بالاسم. اول ما نبدا بالفعل او بالاسم هندور على طول على الفعل. I think انا اعتقد. I think اعتقد spiders العناكب or scary ان العناكب خطيرة. انا اعتقد ان العناكب خطيرة. طيب number two ده سؤال. هنبتدي برضو بالكلمة المختلفة او اللي تحتيها خط وهي why لماذا، ودي أداة استفهام. طيب السؤال لو لقينا فيه do او did او does هناخده على طول بعد أداة الاستفهام، يبقى why do، why do اوكي. وبعد كده نشوف الفاعل او الاسم اللي هو farmers. why do farmers ونجيب الفعل الاصلي بقى like spiders بيحبوا العناكب، ليه الفلاحين بيحبوا العناكب اوكي. طيب number 3 snacks اللي هو التعابين. خلاص مالهم snacks and crocodiles يعني التعابين و التماسيح or يكونوا dangerous. خلاص كده. طيب فاكرة الباراجراف؟ انا مش هكتبه دلوقتي لان هيبقى فيه فيديو خاص لباراجراف الوحدة الاولى وباراجراف الوحدة التانية. طيب احنا هقول لكم نكتبه ازاي دلوقتي عشان احنا لما قلت لكم هات الكشكول والقلم وكتبنا الجمل فهو ده الباراجراف. طيب animals الحيوانات هنكتب باراجراف عنها. طيب هنكتب كده اربع جمل جنب بعض وخلاص، هنسيب كده حتة صغننة وبعدين نبتدي نكتب. خلاص فمثلا هنبتدي بكلمة animals لازم يبقى الحرف capital، مش هينفع small، مش هينفع سنسيت كتابة حتة صغيرة، دي أصول كتابة الباراجراف. خلاص هنقول مثلا إيه animals، مثلا animals are important الحيوانات مهمة. طيب ادي جملة. ممكن نقول جملة تانية I love animals أنا بحب الحيوانات، ادي جملة. خلاص يبقى كده جملتين، قلت animals are important ونقطة، وفي نفس السطر عشان هو كبير بقى هنقول ايه I love animals انا بحب الحيوانات. خلاص جملتين اهو. بعد كده عندنا ثلاث حاجات نقول بقى الكروكودايل is هنقول بقى عايزين نقول واحد هيبقى the crocodile التمساح is scary مخيف. خلاص طيب عايزين نقول ضخم the crocodile التمساح is huge. عندنا جمل كتير. طب نقول ايه spiders مثلا eat insects بتاكل حشرات، spiders eat insects ادي جملة واخر كل جملة نحط نقطة كده. طيب snacks are dangerous خطيرة، وكده الباراجراف خلص. انا ممكن اكتبه دلوقتي بس انا عايزه اديكوا افكار وانتوا تكتبوه واكتبوا لي في كومنت على الفيديو احنا عرفنا نكتب الباراجراف ولا لا. يعني انا عايزاكم كده تشتغلوا اعتبروه واجب وقولوا لي في تعليقات الفيديو يا ميس احنا عرفنا نكتبه خلاص عشان في فيديو خاص بكتابه الباراجراف. يلا باي باي.